أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد من الرقاة من يقرأ على المرضى آيات مخصوصة من القرآن الكريم، كأن يقرأ على المصاب بالعين ويكرر قوله تعالى: عين جارية، ويقرأ على من تقل رغبته في أكل الطعام ويكرر قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، ويكرر على من يشعر في ألم في رقبته بقوله تعالى: فك رقبة، فما حكم ذلك؟ هذا لا مناسبة له، هذا اختيار لا مناسبة له. هذه الآيات لا تتناسب مع الرق، عين جارية اللي يقرأ على المصاب بالعين ما له مناسبة، عين الجارية هذه الجنة، لكن سورة الفلق هي المناسبة: من شر حاسد إذا حسد، سورة الفلق. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، هذه أيضا مناسبة. فيؤتى بالآيات التي فيها ذكر الإصابة بالعين مع الأحاديث والأدعية الواردة في هذا. أما أن يأتي بآيات لا تناسب اختارها هو، فهذا لا دليل عليه ولا وليس في محله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: فك رقبة، هذا إيش يجيبه للي توجع رقبته؟ يعني رقبته منفكة، فك رقبة يعني اعتاق رقبة من الرق. نعم، ما له مناسب. نعم.